صحيح صحيح اه اه فدي يمكن يعني عندنا بقى ده ابرز ما جاء في المرحله الاولى. المرحله الثانيه هيبقى في ملاعب فرعيه ان شاء الله، هيبقى في متحف خاص بالنادي الاهلي، ده المرحله الثانيه باذن الله ان احنا هنشتغل عليها برضو مع الشركه. يعني ممكن حضرتك يكون الملاعب التدريب دي ممكن في وقت من الأوقات كمان التدريبات الفريق الأول تكون موجودة جنب الاستاد، يبقى ده كمان بيسهل أكيد عملية أكيد طبعا التعود على المكان. بالظبط بالظبط، يعني ده هيبقى برضو يعني موجود في خدمة برضو الفريق الأول واللعيبة، وهيساعد طبعا أكيد في عمليات التدريب بالنسبة لهم. وزي ما أنت ذكرت طبعا الموقع الإنجليزي، إحنا يعني زي ما سهام قالت يعني يمكن الحمد لله ده قدر النادي الأهلي، يعني إحنا هاي مش بنقول كده عشان إحنا بننتمي للنادي، لكن فعلا إحنا بنشوف ده لما بنحضر مؤتمرات بره، لما بيجي لنا دعاوي من أندية كبيرة أو مؤتمرات بره، بنشوف إزاي الناس بتحترم النادي الأهلي. دايما تقول لك انت اكبر نادي في افريقيا، انت نادي القرن في افريقيا، فاحنا من المنطلق ده عايزينك تكون موجود معانا. فعين الناس دايما معاك على فكره، في العالم كله عينهم كان موجوده على القناه وقت ما اتعملت، عينهم موجوده على الاستاد. الحمد لله تواصلوا معايا يعني بسابق معرفه بيني وبينهم، وسالوني على بعض البنود اللي انا شرحتها لكم شويه، دي كلها تلاقوها موجوده برضو في الارتكل نفسها. وبدايه الارتكل طبعا زي برضو ما تفضلت وقلتوا ان هم بداوا بشرح اليوم، ان هو كان النادي الاهلي بدا ياخد خطواته للاستاد الخاص بيه تحت رئاسه الكابتن محمود الخطيب، وتحت وجود اساطير وقدامى لاعبي النادي الاهلي في احتفاليه رائعه، وكان فيها العاب ناريه والنستر، كل ده ذكروه في التقرير وذكروا البنود اللي اتعملت. ده هو ويعني طويل قوي من صفحتين انا شايفاه، وبعدين جايبين صور برضو ليه، يعني صور تخص الاستاد من بعيد ونادي القرن واعظم نادي في الكون، يعني عارف صور اقول لك يا صور كمان يعني كتير. انا عشان متابع للموقع ده، الموقع ده هو يعني موقع انجليزي بس هو ده يعني نمبر 1، يعني هو ده اكتر موقع. انا قلت ده اهم موقع بيغطي اي استاد في اوروبا وفي العالم كمان، فنادرا جدا لما بيحكي عن اي استاد يخص الشرق الاوسط او الوطن العربي. لو يعني عملت سيرش عليه مثلا على اخباره مش هتلاقوا، يعني ما في يعني ما شفتش قبل كده ليه اي تغطيه للاستادات في افريقيا، مع ان كان في استادات كتير اتعملت الفترات اللي فاتت، لكن هم الفوكس بتاعهم كله بيبص على يوروب، ويعني استاد توتنهام الجديد غطوه، استاد روما اللي بيجددوه، ريال مدريد كده يعني. هو صحيح. الحمد لله النادي الاهلي طبعا هو على صف الانديه دي، احنا في مصاف الانديه دي، احنا صحيح. اكبر صحيح. نادي في افريقيا ونادي صحيح. عالمي، فالحمد لله ده بنفخر بيه وسعداء بيه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل واحسن. وببارك لكم مره ثانيه على البرنامج الجميل. شكرا لك يا بنشكرك فندم، جدا شكرا جدا. ليك.